متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف ما وعدناكم في واحد الجزء اللي هو الجزء الأول مع الأخ أحمد، أننا نجيو عنده البيت. الحمد لله اليوم احنا مع الأخ أحمد في البيت ديالو في ضيافة رجل الخير والكرم. اش غنقول لكم صراحة، ما نطولش عليكم في مقدمات بزاف. شكرا على التعاليق اللي خليتو لهذا السيد اللي دعمته، اللي ماشي ضروري انه كان دعم مادي، بزاف ديال التعاليق مزيونه اللي رفعت طبعا من المعنويات ديالو، قراها كامله. واليوم ان شاء الله غيجاوبكم، وبزاف ديال الاسئله، بزاف ديال الناس اللي طلبوا ايضا بالجزء الثاني. اليوم حنا هنا باش نصوروا مع الاخ احمد الجزء الثاني. فهذا الجزء غنهضروا على بزاف ديال المراحل اللي دازوا من حياته. طبعا غنلبيو الرغبات ديالكم، وهذا هو الجزء الثاني. وطبعا اذا طالبتوا بجزء الثالث غيكون ان شاء الله. باش ما نطولوش عليكم في مقدمه، نخليو الاخ احمد يقدم لنا راسه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، وندخلوا في الموضوع. اخي احمد مرحبا بك. لا لا لا، مرحبا بينا عندك اليوم. مرحبا والف مرحبا. مرحبا بكم عندي، ومرحبا بي عندكم هنا في طنجه. الله يكبر بك اخي احمد، الله يطول عمرك. واخا بالنسبه للناس اللي ما عرفوش شكون هو احمد. احمد غزواني من مواليد مدينه 16/20/12. لا حشمان اخي احمد. لا ما حشمانش. من مواليد مدينه، هادشي راه انا غريب عليا، اسمح لي نقول لك، حيت انا ما عمرني فكرت في هادشي. ولا انا كل ما وقعش لي المشكل كاع ما نخرج. انا ما باغي شهره، ما باغي فاما، ما باغي فلوس، ما باغي. انا بغيت هاد السيد يتردع، انا بمعنى اصح بغيت نشوهه. ما علينا، ما تنساش قبل من الشوهة، بزاف ديال الناس اللي عايستافدوا من القصه ديالك، لان القصه ديالك عامره بفوائد ضروري بالنسبه للناس اللي بغاو. وشكرا بزاف وقفت في هذه النقطه هذه. بحال مثلا هادشي اللي كنقول انا راه ماشي باش تاخذوني كقدوه، ولا شي اللي كنقول باش نفتخر به، ولا راه شي حاجه وجعتني مشيت عند اطباء نفسانيين ما استفدتش. انا بغيت العالم يعرف هادشي، بغيت هاد السيد يتردع ويحشم على عرضه، فهمت؟ سينو ما نوصلش لهادشي. واسمح لي الله يرحم لك الوالدين، ما تاخذونيش كقدوه ولا هادشي اللي كنقول كافتخار. وكنصح الدراري ما تتبعوش هاد الطريق، واللي باغي يهاجر لبرا الله يسر ليه، ولا مشيتي لاوروبا راه كاينه الخدمه حلال، راه ماشي كلشي حرام. ونزيدكم حاجه اخرى، شي هاد الفلوس حرام كاملين اللي عند العرب واللي عند العالم راه كاملين حلال. هذاك رزقك في الدنيا مقسمه لك ربي، نتايا زربتي ومشيتي حرمتيه، شي راه تصبر شويه تاخذو حلال ويوصلك كامل حلال. ونادم اشد الندم على هاد الشيء اللي درت في حياتي، وما كرهتش نبدا الولاده من جديد ونكمل قرايتي، عاك نثقف راسي نوعي راسي ونخدم ونفيد هاد البلاد. انا لا رديت البال، ما كان كريتيكي لا دوله لا والو، انا كان كريتيكي الاخ. انا الدوله ما عنديش حق نكريتيكيها، ما قريت ليها، ما خدمتها، ما درت ليها والو. انا هاد السيد بغيتو ما يبقاش يخرج من الدار الا كان عنده علاش يحشم. ولكن راه قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام، ان لم تستحي فافعل ما شئت. وهالنموذج كنشوفوه. خي احمد، بغيتك تشاركتها مع المشاهدين الفرحه اللي شاركتها معايا من قبل. قلتي لي انه حتى الاطباء النفسانيين ما فادوكش من بعد ما صورنا معك، ويمكن بزاف ديال الناس تواصلوا معك في نفس الوقت، بزاف ديال التعاليق اللي قريتي. شنو الشعور ديالك؟ بالنسبة للتعاليق، كيف فرحوا التعاليق؟ ما لومش هذوك الناس اللي كيعايروا، حيت هو كيشوف فيها من برا، ما كيشوف كون كان عايشها غادي يحكم عليها بطريقة أخرى. التعاليق زادوا حفزوني، بينوا لي بأن بنادم راه متعاطف معاك. بزاف الناس كاينين اللي كيعايروا الله يهديهم، أنا راه ما غاديش نرد عليكم المعيور، اللي فيا كافيني، ونطلب من الله ما يوصلشكمش لحالتي باش ما تعيشوش نفس الوضع. كاينين بزاف الناس اتصلوا بيا اقترحوا عليا حوايج الله يجازيهم بخير لا داعي لذكر الاسماء. كاين ناس في الامارات مغاربه عايشين تما. انا ما باغيش الفلوس على الناس، والله ما باغي الفلوس، وبالاخص من عند بنادم. انا الا شتي لا بغيت الفلوس بغيتها ديالي، فهمتوا؟ هادشي اللي بغيت انايا. وبصفه عامه ما عندي ما ندير بهم، انا ما كرهت خدمه حلال، وهاد السيد يتفرش لا اقل ولا اكثر. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، بزاف بزاف بزاف. خي احمد، نكملوا على القصه ديال الاخ احمد. مرحبا. بزاف ديال القصص، ولكن احنا نبداو من اللقطات اللي ما وقفناش عليهم في الجزء الاول. مرحبا. شنو هي نوع السلعه اللي كان كيهز احمد؟ الكوكايين. كنت واخا كضربها على الصحيح. ورانا شرحتها لك ديك المره، لا كنتي غادي تهز شي حاجه كبيره وتربح فيها شي حاجه قليله، وشي حاجه كبيره راها كتبان طبعا،
والمربوح ديال الربح ديالها راه قليل مقارنه مع الكوكايين. حنا ما نقولوش قليل راه قليل، اللي كيبيعوا الحشيش راه كاع واصلين تقريبا، ما كنهضروش على اللي واقفين في الدروبه الله يكون في العون، كنهضروا على شي حاجه كبيره راه مفيكين وما كيبانوش في التصويره. ما علينا، حنا ما بغينا ناديو حتى شي واحد وتشي راه معروف، ولكن الا كنتي غادي تهز شي حاجه كبيره وباينه ومفروشه وتربح فيها شويه، علاش ما تهزش واحد شويه اللي ما يقدرش يبان، وتقدر هذاك شويه اللي تقدر ترجعو، ما تقدر ترجعو بحال يبان لك بحال مشروب غازي، تقدر تلصقو في الحوايج ديالك. يعني كاين بزاف ديال الطرق وما كيبانش والربح ديالو اكثر، فهمتي؟ وهذوك الناس راه قليل، راه فئه قليله اللي كيستعملوا الحشيش. واخا اخي احمد، شنو دابا الكوكايين هي السلعه اللي كتهز، منين كنت كتهزها، فين كديها، وشنو المخاطر اللي كتجبر في الطريق؟ وفي الاول كنت كنهزها من اسبانيا وكنت كنديها للطاليان. المخاطر فاش كتدخل لهذا الميدان هذا، شوف هو هذا الميدان انا نشرح لك ماشي علاش بنادم ما كيتع، خاصك انت اصلا تكون تبغيه، وسمحوا لي بزاف، راه ماشي كنفوح ولا كنفتخر، راه هادشي اللي كاين، راه ما كايناش شي حاجه اخرى. طبعا كما قلت راه ما كنقولوش الناس، ما كاينش شي حاجه اخرى. انا نشرح لك، راه بحال كاين ممثل وكاين الدوبلور ديالو والكاسكادور ديالو، فاش كتكون شي لقطه خايبه يتلاح من شي بلاصه، راه ماشي الممثل هو اللي كيتلاح، راه كيتلاح هذاك الدوبل ديالو، وهذاك الدوبل ديالو راه هو كيعشق هذيك الخدمه ديال الخطر، عنده لادريلالين كتطلع بزاف. ما نكذبش عليك، انا من الناس اللي نقدر وانا مرتاح نعطيك 5 الافكار، وانا تحت الضغط نعطيك 10 الافكار، فهمت؟ ماشي خاص تكون تعجبك، هي يكون يعجبك باش تبدع فيها. بحال حتى دابا خدام هذه الخدمه، الا ما عجباتكش غدا سير خليها، لان ما غاديش تعمق فيها، ما غاديش تبدع. انت اصلا تخيل واحد كيفيق وتفو انا غادي نخدم، لو كانت ما كتعجبنيش كاع ما جا عندي. فوالا، انا داكشي اللي بغيت انا كنقولها، عطيتك مثال، ولكن عطيت مثال بالنسبه ليك انت للعالم كامل. الا ما تعجبكش الحاجه ما تعمقش فيها، ما تخدمش فيها، خليها وخدم اللي فيك تبغي. انا كنت كنبغي هذا الميدان هذا، عزيز عليا الريسك، عزيز عليا على حب المهنه. انت واش باقي كتبغي داك الدومين؟ لا ماشي ما كنبغيهش اخويا، كرهني في حياتي وضيع لي حياتي وما عشتهاش، والله ما عشت بالله. خلينا من خروج ودريات وديسكوتيكات وشراب ونفاح ودير ودير ودير، ما عشت حياتي يا صاحبي، ما عشتهاش. مش عرفتي، حليت عيني، غمضت عيني، حليت، لقيت راسي شبت وكبرت ومشى عليا التران. اسمح لي، شنو تقول للناس اللي كيفهموا ان اللي واحد لاباس عليه بزنس هذاك هو اللي عايش الحياه والسعاده والرفاهيه؟ والله ما عايش الحياه بالله. والله انا نعطيك واحد النقطه مهمه بزاف. بابلو اسكوبار كانوا شدوه، كانوا حاصروه في واحد المنطقه ياك، وبقى هو ولده في الدار، عنده 2 مليون دولار وما عندوش باش يخرج يجيب ياكل، حيت الخريج غادي يشدوه. تخيل عندك 2 مليون دولار وما قادرش تصيفط واحد يجيب لك كاس ديال اتاي، فهمتي؟ وفين هما الفلوس؟ حتى 2 مليون دولار عندك فاش نفعات، فهمتي؟ انا عطيتك مثال بابلو سكوبار، توب ديال التوب، صح؟ ها، ماشي عايشين في الرفاهيه وعايشين في الخوف وعايشين في الستريس وعايشين في الضغوطات، واليوم عندي 1 مليون غدا خاص يكونوا 3 وناري عندك ما يبقاش عندي، فهمت؟ هذا عالم خور. واخ، المخاطر اللي واجهتي في هذا الدومين هذا، سواء في المغرب سواء في اسبانيا سواء في المغرب، ما تعمقتش وما عمرني ندير شي حاجه في المغرب. يا ربي تسمح لي، شي علاش قلت لك انا باش كان كيعجبني هذا الشيء، كنت كنعطي لراسي قناعات على ان هذا الشيء اللي كنديرو في الغربه راه مزيان، بلا ما نجبد شي سميات. كيقول لك هذا تا هو كيقول لك هذا تا هو نوع من انواع الجهاد، فهمت؟ حنا كنا لقينا حجات حنايا، انا بس فرحات عليا تقول لي هذه الهضره، كتزيد تزعمني. علاش نوع من انواع الجهاد؟ قال لك اسيدي الوقت اللي المسلمين غيرجعوا للاندلس ما يلقاوش اللي يحاربوا، ما يلقاو الشباب زعما كاع مضروقي وكاع، فهمت شو؟ هذا هو. وانا كنت كنلقى هذا الشيء كان مسلكني وعاجبني، فهمتي؟ قناعه. ايوا مقتنع بهذا الشيء اللي كيتقالوا، يعني ماشي غرضي انا الجهاد، ما جهاد ما والو، ما اسلام. وهذا السيد اللي قال لنا هذا الشيء هو اصلا ما مسلمش، فهمت؟ هاك يدعى الاسلام، لان باش تقول قتل واحد ولا. واخا اخي احمد، نفس الشيء المخاطر اللي واجهتي في اسبانيا. مخاطر ما كاين لا مخاطر لا والو، اسبانيا ناس حلوين وزويونين. انا كنهضر لك على الوقت اللي كنت فيه، الوقت اللي كنت فيه كان كل شيء مباح. اسبانيا ما اسبانيا انا كما قلت لك حديثه الولاده، دوله جديده، باقي جديد لها هذا الشيء.
ديال المهاجرين وجديد عليها هادشي ديال الدروغا وجديد عليها هادشي ديال هادشي. كان في الاول شوف الدروغا فشحال هادي في الاسبان كانت في غاليسيا في الغاليغوس كيعيطوا عليهم غاليغوس غاليسيا بحكم انهم هاجروا لامريكا اللاتينيه سنين هذه، واللاتينيون اللاتينيون كيعرفوا اسبانيا بغاليغوس. كان الكوكايين كيجي لغاليسيا غاليسيا كتدوزوا لاوروبا ياك. دابا لا دابا ولا بارتو دابا فين ما مشيتي سباق لك مثلا تصادمتي مع شي بارا شي بوليس قلبوك شي حاجه بحال هكا شي مافيا؟ ضروري ضروري لا لا ضروري مافيا تزول لك السلعه لا هادشي ما كاينش هادشي. مي البراجات كاينين البراجات لا كاين ماشي انا ما عشتوش كاين. انا نعطيك وقائع ونعطيك احداث اللي هادشي اللي مشى فيها بنادم ضحيه اللي كاين اللي تقطعت ليه ودنو كاين اللي كله واش نطرا له هادشي كاين وكاين الخواض وكاين الحسابات. مي البراجات حنا كنا كندوزو كنلقاو براجات في الطريق وبالاخص فاش كتكون خارج من كتكون داخل من اسبانيا كنكون كتكون خارج من اسبانيا لداخل لفرنسا هذاك براج خايب من وراها ما كتلقى حتى شي براج تقريبا. لا بروفيسيونيل ما خافش لا ماشي بروفيسيونيل الجبهه خاصك يكون يعجبك هادشي هادشي راه خاصك توجد ليه قبل. راه بحال داير حوار مع شي واحد وكتكتب اشنو موجد ليه هادشي راه خاصك توجد ليه قبل. نعطيك واحد النقطه ما تخليش ما عرفتش واش نقولها ولا ما نقولهاش. عمرك تخلي الاخر هو اللي يسبق لك الهضره ديما انت اللي سبق وهضر بهضر قليل وبثقه في النفس فهمت. ما كاينش جبهه. شوف ستاتي عبد العزيز تعلمت منه واحد الحاجه في التسعينات تحياتي قال لهم سولوه على الفن والفن راه ماشي يجي يولي فنان الفن راه قرايه راه عالم. اش قال لهم؟ قال لهم والفن زعامه وملي هو واصل لهذا المستوى بالزعامه حنايا نوصلوا بالزعامه لاي بلاصه. الفن ماشي زعامه سي عبد العزيز الفن راه قرايه كون سمعك عبد الله محمد عبد الوهاب كون قتل راسه شحال هذه كاع ولا اله الا الله. ولكن ما عليكش ما عليكش وصلتي ودرتي الفيرمات بالزعامه حتى حنا بحال هكا كنا زاعمين والله خويا الا كنا زاعمين الزعامه بالله. لا راه كاين شي حوايج كتعلموا من شي ناس. انت ما تاخذش من عبد العزيز كلشي ولكن هذه الكلمه اللي قال راه واعره على العزيز. شوف من واحد الناحيه يعني زعم احنا في العروبيه اش كنقولوا زعم تاكل اللحم الا باغي تاكل اللحم زعم ما باغيش كل بحال عباد الله الفجيل والخضره فهمت كاين من الاخر. خي احمد انت الحمد لله اليوم معنا في المغرب وطبعا أيه. كما قلنا من قبل انت محكوم 18 و10 كدوزها هنا في المغرب ايه. احمد من بعد ما رجع المغرب واش ندم؟ الله يا ودي اشد الندم يا اخي الكريم. علاش اخي؟ والله الا كنت نفضلكم بقيتها في الحبس ما نجي لهنايا ونشوف هادشي. شيبوني طبت صاحبي لا والو ندمت صاحبي تا جيت هنايا. داو لك رزقك وكيضحكوا عليك وكتشوف بنادم فيك وانت ما عندكش فهمتي. انا اللي خلاني نطلب المغرب هو انك تنصحب غادي نرجع ونلقى رزقي ونعيش بخير. ندمت اخويا ندمت ما نكذبش عليك ما كرهتش تكون دارت بيا الوقت ونبقى في حالاتي. الله ينعل هذا اللي يسني شي ورقه ولا اللي يطلب المغرب ولا طبعا بسبب خوتك ماشي يعني لا بسبب الخوت بسبب الخوت انا ما كنلوم حتى شي واحد انايا واخا بما اننا وقفنا على الخوت شي رساله نوجهها له الله يهديهم الله يهديهم. واش باقي ما تردعتيش في هذا الفيديو هذا باقي ما باقي كتخرج عادي باقي الدنيا هانيه ما وصلك حتى ميساج تصيفط بنادم يهدر ولا هدر انت انايا كنتسناك انت تهدر خرج انت ودير شي تعليق ولا قول شي حتى قول شي تعليق في الفيسبوك ولا طبعا في كيكون عنده حق الرد من حقه من حقه يرد من حقه يقول هادشي اللي كيقول هاد السيد راه كذوب ولا يقول 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 شنو عنده يقول يقول شنو عنده. انا كنت سناه يقول طبعا هذه رساله كنوجهها له. طبعا حنا ما نقولوش اننا كنتزادوا مع الاخ احمد فحتى انت اذا كانت عندك رساله فحنا راه الاشاره طبعا كندوزوا كلا الطرفين في جميع الحالات نسمعوا لك ونسمعوا له فالارقام ديالنا معروفه وكل فرح انه حتى انت تخرج تدافع على راسك. خي احمد من بعد 2026 ان شاء الله بعد ترجع لاسبانيا ضروري ومؤكد ضروري عندي ولادي تما ضروري مرجع. واش غترجع نفس الطريق؟ لا اخي الكريم لا وهو فات لي التران لكل شيء دابا لا هاد الطريق ولا طريق اخرى. دابا نمشي نبغي نخدم في اسبانيا خدمه عاديه يقولوا لي انت باقي لك يومين الشوم يومين وتقاعد. مي غادي نحاول ندير شي مشروع صغير ولا واخا الدار ولا اللي كان ماشي قلت ولو يعني كنهين المهنه ديال الخضارين ولا مرحبا والف مرحبا وهذا شرف ليا. بالعكس مهنه الخضارين مهنه الشرفاء مهنه الشرفاء. قلت لك ندير خضار ولا ندير شي مجزره ولا ندير شي حاجه عط الله ما يدار مي ما غاديش نرجع انا. اذا حتى دابا ما نقدرش شوف بيني وبينك وحق لا اله الا الله
شي تلا بغيت ندير شي بروجي، انا ما بغيتش نديرو بهاد الفلوس هادو، حيت ربي ما حيت هما اصلا حرام، ما غاديش ييسر فيه الله. غنحاول نشوف كيفاش ندير، مي غادي نرجع وكاينين بزاف الطرق. واخا نعرف نخدم عامين ولا 3 سنين من موراها ندير شي بروجي، واخا نعرف نخدم انوار من دخل واحد المدخول اللي هو حلال، ما رجعش لهاد الطريقه اخي. وكنصح لاي واحد بعده من الترافيك، بعده من الفانيد والحشيش والكوكايين والشراب، سيروا تريني وصاحبي، سيروا عمروا لاصالات، كسبوا صحتك اصاحبي، والله الا كسبوا صحتكم حشومه عليكم. عرفتي شناهي؟ انا بفلوسي كنت كنهلك راسي، بفلوسك كتهلك راسك. كيقول لك لا ترموا، قال لك الله سبحانه وتعالى ولا ترموا بانفسكم الى التهلوك. انا واخا ما نتحاسبش على هذا العار اللي داير كامل، نتحاسب على راسي، راه ما تسلكنيش. تخيل خاسر رزقك باش تهلك راسك. ترينيو صاحبي، ترينيو وديروا الرياضه، قراو 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 صاحبي، قراو، شد كتاب، شد كتاب في يدك تعرفها معلومه احسن من تعمر راسك وتهضر في الخاويات. كيف ما قلت لنا من قبل ان السيده هي اللي تسبت في دخول ديالك للسجن، ونقدروا نقولوا ان احمد الحب دخل الحبس. الا ماشي الحب، الثقه ماشي الحب، شنو الحب اخويا؟ والصراحه شنو الحب؟ الحب لا ماشي الحب. شوف، هو ولف تاني، ماشي كتولف واحد الشخص اللي يكون في جنبك وكتثق. ما كايناش الثقه، الثقه ما كايناش. انا الثقه هي خلاتني ندخل الحبس، ماشي الحب، ماشي الحب. ماشي شو قالك مع السيده؟ والله تشيلي، من تشيلي يا تشيلي، بياتريس الرينا برنال، زعما كان معروف عليهم ناس مزيانين تشيلي. البلاد حجر وطوب، تشيلي فين مزيانين؟ تشيلي اشفاره والله. الا تمشي تمشي لتشيلي، تمشي لسانتياغو، تمشي للكيشي تبغي تخرج فلوس، كتلقى جوج واقفين عليك. وحق لا اله الا الله، سانتياغو تشيلي كلهم شفار، وكلهم في الغربه شنو كيديروا؟ الحبيبه المغرب. كيسرقوا. شوف الشيليين معروفين بالسرقه، كيسرقوا وكيدخلوا للديور وكيقنيوا البزنازه اللي جايين من امريكا اللاتينيه، اللي جايبين الكوكايين، وكانوا بداو يطيحوا على الباكستانيين اللي كيجيبوا الهيروين على الباكستاني. ذاك الباكستاني راه عالم خور يا اخي الكريم، ادكى خلق الله كيجيوني انايا، واعرين هذوك الناس. كانوا كيقنيو الباكستانيين، البوليفيين خدامين واخا عندهم الكوكايين، وكوكايين واعره ديال البوليفيا هي فين كاينه في الصراحه. كولومبيا راه ما فيها حتى كوكايين، هو براسو اسكوبار كان كيمشي حتى البوليفيا باش يجيبها، ولكن ما خدامينش فيها وما كانت مباحه عندهم. لحد الان راه باقي السواق كاينه، الاوراق ديال الكوكايين كيديرها بنادم الا عنده شي اكزام، الا عنده شي امتحان باش كيبقى مركز كيدير الوراق ديال الكوكايين. عندي يفهمونا مغاربه انها كتفتح ال... لا لا هادشي ما كاينش هنايا اصلا، وما كاينش هادشي، ما كاينش الوراق ديال الكوكايين هنا، خاصو يمشي لاباز. وباش يجيب هاد الورقه ديال الكوكايين من لاباز راه خاص يكون سيدي ومولاي، الحقو سير لاباز حتى وسير البوليفيا وجيب باش تنقش بالبكالوريا، وحتى شكون خلاك بعدا تمشي لهيه. والكولومبيين راه مخربقين وناس شوف شي اللي خايبين بزاف، هما ديال امريكا الوسطى، هما الناس ديال هندوراس، غواتيمالا، نيكاراغوا، وبالاخص الهندوريين. الهندوريين كيقتل واحد بحال كيشرب الماء كيقول السلام عليكم، فهمت؟ هذا ما كان. والناس شي اللي راه ماشي مزيانين كما قلت مزيانين. اذا قدرتي طبعا تعطينا التفاصيل كيفاش هاد السيده خوات بيك ولا بعتك ولا واش غادي نقول لك؟ هي اش نقول لك؟ هي كانت كتبغيني، نقول لك لا. المهم حتى هي ولفتني بزاف، ولفت هذاك الستيل ديال الحياه ديالي وهادي، وهي عارفاني انني مزوج، رغم ان بعض المرات كندخل للدار وما خصهاش تعيط عليا في ذاك الوقت، وكتعيط عليا وانا كنقول لها ما تعيطيش يعني عمدا، كديرها بالعاني حتى كنصدق انا نقول لا وهادي، وتثبت لي بزاف ديال المشاكل، مي انا ما رديتش البال منها. انا قالتها لي هي، قالت لي انا يا راه والله ما نخلي شي وحده اخرى تديك، ولكن انا كنت كنصحابك كضحك وباش نفكرت، قلت شنو غادي دير؟ دير لي السام، ما عمرني فكرت انها تصيفطني للحبس اصاحبي. كيفاش عملت لك باش صرداتك؟ ما نكذبش عليك، انايا غادي في الطوموبيل بالسلعه، غادي انا وياها سديت البار، هزيت المسائل، غادي بواحد بسلعه. انا ديجا عندي ثلاثه البلانات، دي جوج بلانات اخرين قبل منها. كنت اصلا محكوم بعامين وما دخلتش الحبس، حيت القانون الاسباني الا ضربتي الا تحكمتي بعامين ما تدخلش، عامين ونهار كتدخل الحبس، هذاك النهار هو اللي كيدخلك للحبس. المهم الا ما دخلتيش الحبس، نهار كطيح كيجمعوا لك الماضي والحاضر والمستقبل. برافو، فهمت؟ الله يرحم لك الوالدين. هذه هي الاولى، هاد العامين هذه كانت ماشي على، كانت على
شي حاجة بسيطة بلا ما نجبدو سميتها، شي حاجة وقع واحد المشكل وكتحكمت فيه بعامين، ومن وراها كانوا عندي جوج المناتيف اخرين. وفاش مشيت سديت البار وغادي انا وهاد السيده هذه اللي هي بياتريس رينا برنال، غادي مشيت غادي نوصلها غادي وكنهضروا عادي. قالت لي واش ما باقيش واش غادي تعمر معايا ولا ما تعمرش معايا؟ قلت لها صافي هضرنا في هذا الموضوع بلا ما نبقاو نهضروا، خليني نمشي انايا نقضي غراضي. وما فتاش انايا بواحد 100 200 قولوا حتى 500 قولوا حتى 500 المترو وقفوا عليا، وقفوا عليا مشاو ليا ديريكت. ماشي يعني شي واحد باعك، وانا شكون اللي كان معايا في ديك الساعه؟ ما كان معايا حتى شي واحد، كانت هي اللي كانت معايا. يخلص الله، الله يسامح لها. كنت 18 سنه الشريف، هو 18 ما هي اللي حكمت عليا، رانا اللي حكمت على راسي ملي كنت كندير. شوف بغيتي العسل صبر القريص نحل، راه ما يمكنش انت تكون داخل واحد الدومين اللي هو غير قانوني وما دايرش قدامك الحبس. راه خاصك اول حاجه تفكر فيها هو الحبس وكيفاش تلقى ليه المخرج. حتى الموت، لا الموت حاجه اخرى، الموت الموت متي تفكيتي، الحبس راه كيبقاو يتابعوك. فهمت؟ حياه السجن كيفاش عامل الداخل غير وحياه السجن اللي هي راه ماشي هو السجن كيبقى سجن. فاش كتوصل الخمسة ديال العشيه، الخمسة ونص، نديرو السبعة على حساب، نديرو على حساب الشمس. نقول لك الصيف 8 الشمس راه باقه في السماء وانت هي مسدود عليك في واحد المتر. واخا عندك ناموسيه ديالك، دوش ديالك، عندك التلفازه ديالك، عندك كتوبه لا بغيتي، عندك كل شيء، الماكله ديالك جايب هذا جايب كل شيء، ما بخيرش كيتسد عليك الباب صاحبي. حرية. يا اخي الكريم، شي ذكرى بقات لك من الحبس الاسباني؟ وكاع ايامات الحبس راه ذكريات، 8 سنين راه كلها داز ذكريات. ورينا الفوطه الاسباني. الفوطه ديال هاي، الفوطه ديال هذه ديال الحبس، هذه بريان سونو، هذه ديال بريانس واحد جينيريتا د كاتالونيا، واحد من اخيب الحباسات اللي كاين. هذه ما فرطتش فيها، هذه نقول لك واحد القضيه اخي وثيق بيا. شوف هذه الماركه اللي كاينه هنايا، شوف هذه جبهتي، هذه كنت كنصلي فوق منها. انت غادي تلقى فيها، تلقى فيها ركابيه ورجليه. انت شي هذو راه رجلين. نقربوها للمتابعين. هذيك كنصلي فيها هذا، هذه البلاصه ديال الجبهه والله الا كتبان بالله. هنا البلاصه ديال الجبهه فاش كان كيصلي، والله الا كنت كنصلي بالله. الحمد لله، الله يهديهم حنا، الحمد لله. الله يسمح لينا، الله يسمح لينا البلاصه، الله يسمح لي، الله يسمح لي. شوف انا بغيت نخرج من هذه الدنيا متعادل. انا عارف الله غفور رحيم وعارف شديد العقاب، ولكن انا داير علاش نتعاقب صاحبي؟ فهمت؟ يا ربي تسمح لي، يا ربي، يا ربي تسمح لي. خي احمد اخويا، اكثر واحد ما تنساش الخير ديالو. الله يا اخي، ماشي واحد، كاينه واحد السيده بلا ما نقول السميات، كاينه واحد السيده في تطوان هي اللي قلت، راني قلت السميه ديالها في الاول، ما علينا. المهم دابا ما غاديش نقول السميه ديالها لان ما خلاوها بحال هكاك، ولكن ما تنساش لا ما ننساش الخير ديالها، وراه هي اللي بدلت لي المصير ديال حياتي يا صاحبي. لا ما ننساش الخير ديالها، ما ننساش الخير ديال واحد السيد في سبته، ما نساش الخير واحد ديال واحد السيد وراني واحد الطبيب فاش يلا غادي يحلوا الاوراق، وراني واحد الطبيب ديال الدوله اللي كيدير شواهد طبيه مزوره، انا ما كنتش كنعرفوه، شريتها من عنده ب 40000 البسيطه، باقا البسيطه ديك الساعه. هاد السيد هو ما نساش الخير ديالو، هادو ثلاثه داروا فيا الخير. كاين بنادم داير فيا الخير، ماشي مهم هادو ما يتنساوش. وبالاخص هاد السيده هذه اللي قلت لك التيطاونيه، معمره حيدت ليا من البال ليومنا هذا، معمره حيدت ليا من البال. علاش؟ لان عملت شي حاجه لي. الله يا اخي، ماشي عملت لي ما داروش الوالد ديالي يا صاحبي. واخ اكثر واحد ما تنساش الطعنه ديالي. والاخ ديالي ماشي انا، انت قلت لي قبيله السيده اللي سبابي دخلت للحبس، اشنو قلت لي؟ الله يسامح، الله يسامح. وهي مدخلي قلت لي 18 عام ديال الحبس هاني، انا عطيني هذه ديالي يا صاحبي، حشومه عليك. وراه علاق، شوف هذه دخلتني للحبس على قبل داكشي، وهو دا لي داكشي اللي دخلت على قبله الحبس، فهمتي؟ يعني هو راه داير كثار وكثار وكثار. اخي احمد، اخي في نظرك الجزء الاول غيكون خوتك شافوه؟ ضروري شافوه، ما تفاعلوش. ما يوصلني ميساج بانه راه تشاف، ضروري وصلني ميساج. ما كاين لا اتصال؟ لا لا، ما كاينش الجرأة باش يتصل. فين هو الجرأة باش يتصل؟ راه خاصك تكون سيدي ومولاي باش تتصل، راه خاصك احساس، غادي نقول لك ضمير شي حاجه. لا ما كاينش الضمير، راه الا متستحي ففعل ما شئت. فين هو الضمير؟ الضمير راه في المدرسه. الضمير شوف وري الناس فين ساكن. عايش بيت الحمد لله، من الحمد لله بخير وعلى خير، الحمد لله، الحمد لله، نحمد ربي. من
انا بحال طحت بالباره فهمتي ديك الطيحه وتقطع لي الباره وسط الطريق. انت سمعت باك؟ قلت لك ما قبل ونعاد اخي. انت اجمل حاجه بقى فيك هي الابتسامه. الله يكبر بك. واش غادي ندير؟ واش غادي ندير؟ شنو غادي ندير؟ تبارك الله عليك. عرفتي شنو؟ الا ما ابتسمت غادي نقتل راسي، ماشي غادي ننتحر. القلب حتى شاده بيدي وسناني والله ما نقتل راسي بالله. مزيان لا غادي نقتل راسي بالفقصه، غادي ندخل مع راسي الهم وندخل. وانا اصلا بديت كنشيب انايا في هذه الفتره، تخيل كنضحك وبديت كنشيب، وتخيل كما كنت كنضحك وما طالقهاش. راه بزاف الناس حق اسمح لي، بزاف الناس كانوا كيقولوا في التعليقات ديالهم ان هذا السيد هذا مشاو ليه وكيضحك وكيدير. خويا انت في بلاصتي شنو غادي دير اللي ما تضحكش؟ تشري قنب وتقز راسك مثلا؟ الله لا ما نمشيش لخوتي. وانا راه قلتها راه كون جاو في العقليه ديال واحد 20 عام راه ما يبقاش كيمشي على رجليه نقولوا، ولكن ما نمشيش ليها اخي. تابعنا الموت، ومن قتل نفسا بغير حق وفساد في الارض كانه قتل الناس جميعا، ومن احياها كانه. ماشي كنقول بحال كون راه داعيه اسلامي ولا شيخ ديال الازهار ولا ما نعرف شنو. مي توجهت لطريق الله وليت كنعرف شي حوايج. برافو، هذه نقطه مهمه. فهمت؟ يا ربي تجاوز علينا ويا ربي تسمح لي. شفت عندك كتب في المحل، شنو علاقتك بالقراءه؟ ضروري من القرايه، ضروري. اللي كيبيع المخدرات وكيقرا. لا ضروري من القرايه، شي انا حتى في التليفون عندي فيه حوايج وكنقرا. ولا رديتي البال، انا مؤخرا اللي حتى تصور انا كنت كنلوح في لي ستوري ديالي ديما كنت كنلوح حوايج ديال خالي المطران، ديال ولاده، ديال والله عزيز عليا نقرا. انا داكشي اللي شوف انا كنعرف حوايج تعلمتهم من راسي، ما تعلمتهمش في المدرسه وما علمهم لي حتى شي واحد. فهمت؟ قريت كتوبه بالاخص في هذيك 8 سنين ديال الحبس. عرفتي شحال ما نقولش لك، كتبت القران 60 حزب كتبته بيدي في ظرف عامين، ماشي في خط واحد عامين، ولكن كل مره كنكتب شويه. في عامين كتبته 60 حزب تناضت ليا وهي باقي الاطراز ديالها. ما شاء الله بستيلو. بستيلو ورقه وستيلو، ما كان عندي ما يدار كتبته. وكاينين شي حوايج القران شي حاجه. سبحانك ربي وحق لا اله الا الله، انا راه ما نسوى ما نصلح وحق لا اله الا الله، ومازال كنقول هادشي ومازال باقي كنكمي وباقي كن. انا في الصراحه راه ما خصني لا نبقى لا نكمي لا ندير والو. عرفت الله سبحانه وتعالى وربي كينجيني، ويا ربي تسمح لي، يا ربي تسمح لي. شوف قبيله فاش غادي عندك كنت كنتصلت للشيخ ياسين وقال واحد الكلمه العمري. ياسين العامري، تحية الشيخنا ياسين العامري وحق لا إله إلا الله. ذاك السيد ما شاء الله، والله إلا ما شاء الله، تحية من القلب. غادي عندك وكنقول دابا أنا راني غاديش بوحدي، غادي معايا الله. ما عمرني مشيت ديما معايا الله. أي تلاحت الحرام يا صاحبي، مشيت بديت كنخرباق وكن أش داني أنا يا صاحبي، أش داني أنا نوصل لك شي. يا ربي تجاوز علينا، يا ربي تجاوز علينا، يا ربي تجاوز علينا. عرفنا الله سبحانه وتعالى، عرفنا الطريق ديال الحق. نرجعوا للمنشور ان شاء الله، نخليوها اجمل نهايه هي هذه. مرحبا والف مرحبا. مرحبا انا ما لقيت ما نقول. مرحبا مرحبا مرحبا. مازال نقول لك شي حوايج على الدين. بغيتي تسولني على الدين؟ بغي شي واحد يسول شي حاجه على الدين، ماشي داعيه، ولكن نقول حنايا الدين كناخذوه ببينسا وبداك الشيء اللي بغينا ونوظفوه في الوقت اللي بغينا. انا نعطيك مثال وسمح لي، كيقول لك ان كيدهن العظيم النساء. اسمح لي، هذه راه قالها عزيز مصر، راجل بحالي بحالك بحال هذا السيد بحال هذا السيد بحال هذا السيد بحال هذا السيد. هما كيقولوا راجل عاد. لا ما قالش الله. نرجعوا الاول الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را، تلك ايه الكتاب المبين، ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليكم احسن القصص بما اوحينا لك هذا القران وكنت قبله من الغافلين. اذ قال يوسف لابي يا ابتي ان رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك. ها الكيد فين كاين؟ كيقول لك كيد النساء عشق وكيد الرجال غل. هذا اخوهم ولاحوه في بير، اخويا فهمت، اخوهم ولاحوه في بير. هي راه عشقاته، هذاك عشق وهذاك كره، هذاك كيد النساء الا مشينا معاهم عندهم الكيد كيدوه. أنا قلنا حنا لخصناها بكتاب الله سبحانه وتعالى، أجمل ما يلخص. حنا لخصناها بكتاب الله تبارك الله عليك. لا إله إلا الله. قريتي القرآن شوية؟ كتبته ضروري ما يبقى لاصق ليا في راسي، حيت شي حاجة كتكتبها كتبقى لك في الدماغ، ماشي شي حاجة قريتيها. أنا كنصح أي واحد يكتب شي حاجة بغى يعرفها يكتبها، حيت فاش كتكتبها كتعقل عليها كترسخ. أنا دابا ما نقولش لك حافظ القرآن، مي شي واحد يقرأ قدامي شي صورة نعرف واش من صورة كيقرأ ونتبع معاه. فهمت؟ ما شاء الله. لا اله الا الله. والله يسمح لنا، الله يسمح لنا. شي ايه وانت قول لي فين جات.
واحد تختبرني دابا راه ماشي ما هو مكان ما هو زمان احنا جبناها. لا لا ماشي الله يسامح ميداوي معك بالصح اخي الكريم. كتبتو قريت كتوبه قريت شوف قريت الخيستابو المخابرات هو اللي غادي يزيد يحل لي الدماغ بزاف بزاف بزاف. الخيستابو جوج الاجزاء منه من المخابرات الالمانيه في عهد هتلر. وما ادراك ما مخابره وما ادراك ما الخيستابو. لا بالاسبانيا مكتوب، كان مكتوب بالاسبانيا ما هو كتاب الماني. قريت كده. الله يا اخي ضروري ضروري ضروري. مرحبا مرحبا تختموا هنايا مرحبا. ويكون عندنا ان شاء الله جزء اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. طبعا الاخر من الاخوان تفاعلوا معنا الله يرحم الوالدين. صوتكم راه وصل لبنادم. حنا راه ما كيهمنيش انا الفلوس ولا يهمني. وبالنسبه لواحد قال لي تخلصتي، ما تخلصت ما والو، ما كنتخلصش اخي الكريم. انا بغيت ميساج نوصلوا لهذا السيد هذا لا اقل ولا اكثر. طبعاً تفاعلوا معنا، وكيهمني التعليقات ديالكم وكتهمني الاراء ديالكم. كاينين شي اراء اللي كيبردوا النفس الصراحه، وحق لا اله الا الله كتحس بنادم ان بحال عايش معاك الوضع، كتحس بنادم قريب ليك، كترتاح نفسانيا، كتقول الحمد لله ملي كاين بنادم كيفكر بحال هكا. وشكرا على التعليقات ديالكم، وتفاعلوا معنا الله يرحم الوالدين. شكرا جزيلا الشكر. وكنشكرك حتى انت اخي الكريم، حيت عانيت باش تجي عندي هنايا لهاد البلاصه فين ساكن. وانت راك عارفني فين ساكن دابا، ووسط من ساكن. راه باش تدخل هنا راه مصيبه. باش تدخل هنا راه ليله. يلا خلينا نخرج ما نعرف. لا لا خنخرج معاكم اخي الكريم وضروري. خلا فاش كيجي عندنا شي واحد العروبيه تشي في الدار ديال الوالد في العروبيه، كيجيو الضياف في الليله، شنو كنقولوا لهم؟ ويلا ندوزوكم على الكلاب. دوزك على الكلاب، دوزوكم على الكلاب. فهمتي؟ مرحبا اخي الكريم. بقى اجزاء ان شاء الله. مرحبا انا راه الاشاره. مرحبا بارك الله فيك. متابعينا الاوفياء كان معنا الاخ احمد. ما عشان نقول لكم صراحه، ماشي نقول لكم تاثرت، ولكن شيء عجيب، واحد الاحساس اللي ما كيتوصفش فاش كتسمع وكتسمع عن فهادشي اللي كيقول، فهادشي اللي عاش. ما شاء الله. فانا ما نقدر نقول والو، ولكن غنخلي لكم نتوما تكتبوا في التعاليق، ما تكتبوا لي شي انا، لان انا تقدروا تشوفوني بزاف في فيديوهات، ولكن كتبوا له، لانه ربما هذا الجزء الثاني يقدر يكون كاين جزء ثالث ويقدر ما يكونش. كتبوا له، لانه فعلا التعاليق ديالكم كتلعب دور مهم في ربما نقولوا في الحياه ديالو المعنويه. فمن هنا الجزء اخر كنقول لكم الى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.